الظروف والله جينا باش نزورو ما لقيناش روحتنا كاع الناس كاع داروا العلوم الجزائر ما دارتش الاعلام كيفاش تحب نعرفوا بلايصنا كيفاش تحب نروحوا من بلاصه لبلاصه حتى بتنا برا الناس بات برا مالناش ملاح كاع الله غالب مالناش ملاح خلاص الحمد لله اليوم الحمد لله الحمد لله عليك انا مانيش مليح انا نقول لك الصح المراه في جهه وانا في جهه ومتراميين ماهوش حل هذا لازم الاعلام كاع الجناس داروا الاعلامات والناس يتبعوا فيهم اسمح لي قولي لي انا في الطواف ما كاش رحنا حتى دودرنا المراه ما تقدرش تروح حتى وسيطه رجمت عليها عرفها كي راه خطونا في مزدلفه وشوروا وخلاونا جينا نمشوا من ثم حتى لهنايا من مزدلفه حقرونا حقره كبيره يعني كما جي داخل المخيم شويه النظام قلت نظام ما كانش من مسؤولين ما قلت نظام كل خير كاين بصح النظام ما كانش ما عندناش نظام تقدر تلقى واحد رابط فوقه واحد ما يوصلش النظام كل المسؤولين منظمين كل حياة تكون في مكانها وعلى كل حال سمح لي شادي نقول لك احنا رانا فرحانين غير بالزياره هذه وبهذا الصوره نشكرها بزاف بزاف راها تخدم في واحد الواجب والله قاي فوق قدرها راهم قايمين بناء
حنا ما جيناش الاكل والشراب، جينا حنا باش نحجوا. الاكل كاين، كلش كاين، هذه لازم الزحمه على بالك. رانا قاعد تلايمنا لهنا، رانا ناقلين بعضنا اللي ما كاش بلاصه نديروا له بلاصه وكذا، والحمد لله جينا باش نحجوا، ما جيناش على الكرش والله. والسلام عليكم. الحمد لله الحج راه مليح، الناس يعني السلطات كلفت بالحجاج، وفرت لهم كل الامكانيات، وهذا راجع لاكتظاظ الحجاج. كان الحجاج قاويين كثر بزاف، والاسر الرقلي لا، هذا شيء يعني طبيعي. والحمد لله والله السلطات يعني في المأكل في المرقد يعني الحمد لله قامت بنا الحمد لله. الشيء اللي هضروه لنا اللي سمعناه في الجزائر وهنايا ما يختلف تماما، يعني واحد الإهانة هانونا هنايا، ما كان لا نظام لا والو. الشيء اللي قالوا هنا في الجزائر ما كانش كاع منه هنايا، رانا حاشاكم في الزبل. شوفوا هنايا، صوروا هنايا، راكم تشوفوا المخيمات. البارح الحجاج، نصف الحجاج بيت في لي كولوار، بيت في لي كولوار، سمعت والله قايبين في لي كولوار، ونصهم نصهم تاه، نصهم قاعد جا تاه. خلونا من عرفات، من عرفات حتى ال المزدلفة، المزدلفة المرة الأولى، إيه جينا المزدلفة، تعرفوا شنو صار فيهم؟ إهانة كبيرة، دايرين هذوك المصريين يسوقوا في لي بيوس، تعرفوا شنو يعني؟ الشيء اللي ما يتوقعش كاع، الشيء اللي ما يتصورش كاع، يعني دارونا الجنة في الجزائر. وهنا شفنا حاجة أخرى. على كل حال حنا ماناش نادمين على الشيء هذا، يعني نضحوا على جال. سمعت هذه عبادة، ما جيناش هنا توريزم ولا، ولكن ماشي هذا هو الشيء. كون تشوفوا الماكلة، الماكلة الناس راه عندهم ثلاث أيام هنا ما كلاوش، كون ما نروحوش نجيبوا لهم الماكلة ما ياكلوش. لي زافريك شو اش بدها، شو افريقيا كومبلي، مع حذانا السودان فهمتني، وحذانا اسمه النيجر، وحذانا مصر، قاعهم جاهم لي بيست، ما عاد احنا والله شو رجلينا مفزرين جن عافي بينا بالنساء. سم ثانيه كي جابت لي بيست فيهم شوفره نتاع المصاروه، والمصاروه مانيش عارف والله كان يجمع وحدين ثم قالوا لنا كي جاوا باغين يقاروا يهبطوا، والله ما قرا ليه لي. قال لهم هبطوا قال لهم هبطوا لبيست يجري ولا دبروا روسكم، هبطوا قال لهم لبيست يجري ولا دبروا روسكم. المشكل ماشي في الدوله الجزائريه، المشكل في المنظمين، نورمال ما يبدلوهم، ما يخلوناش هذا المنظمين اللي تلعبوا بينا. شوف وين بايتي البارح والله هما يا جماعه، احنا كي جانا شباب الله قال سمحنا للشيء خلينا لهم هنا وبتنا برا فهمتني. في التالي واش قلنا؟ قلنا لهم اعطونا فرشه نفرشوا في القيدرو برا يا اخي، ما لناش باقي ما لقيناش بلاصه، اعطونا الفرشه نفرشوا برا. قال لك ممنوع لكم تخرجوا فراش، عيينا فيهم قال لك ممنوع، الا جات خرجوا فراش دركم نعيطوا للسلطات ويجوا يهزوكم. قلنا لهم خلوا السلطات يجوا يهزونا، احنا نروحوا فهمتني، نروحوا احنا يا اخي. احنا قلنا لهم اللي يروحوا معليش خلوا السلطات يجوا يهزونا، ما حبوا الناس والله. اللي قعدنا واقفين على كرعينا للساعه الرابعه حتى صلى الفجر فهمت، المراحل الطابور 40 دقيقه باش تدخل المرحله، 40 دقيقه باش تدخل حاجتك من المرحله. شوف المخيمه المشكل تاعنا، الدوله بارك الله فيها كي البعثه كي الحمايه الله يبارك ما شاء الله. المشكله رانا احنا فينا، احنا ماشي متفاهمين بيناتنا. شوف نحوش نحفوا كاع لسانهم، خلوا كاع الشعر في الارض، خلوا اللي ياكلوا الماكله يخلوها في الارض، اللي ما يسير في الارض، هما كاع اللي يحبوا هذا المشكل. المشكل راهو فينا احنا الشعب ماشي الدوله تاعنا، الدوله ما شاء الله الله يبارك يكثر خير ربي فهمت. هما بيناتهم روح تشوف الماكله كيفاش هي مرميه، شوف الماكله كيفاش هي مرميه، باش يدي الطبسي ديالو يدي اربع طباصه، يدي حبات تفاح يدي اربع حبات، الماء السعيده الماء تاع الشربه ويترامى. الدوله ما شاء الله ما يحبوش الصح، احنا فينا احنا الشعب فينا مشكل، احنا فينا مشكل، احنا فينا الحسد والبغض فهمت. ندي الماكله تاع حدا ناكلها وما يقول لك انا ما تعشيتش، علاش كون ما نديروش النظام حنايا؟ واش تقول حمايه راهي واقفه، البعثة راهي هنا، واش حبيت؟ ها ما نديرش النظام، ما نديرش النظام، ما نديرش النظام. كونتينر تاع الماء، كونتينر تاع الماء، كاع راكم حاضرين في كونتينر تاع الماء. واحد ما جبع قرعه اللي يروح يرفد فرضه، اللي يروح يرفد فرضه تقول له داير لدارو. اهدروا الصح، فينا احنا، فينا احنا. هذنا شوف اللي راه بايته برا هنا ثلاث ايام، شوخه اكبر هو اللي خاطر راقد في القيطون، والناس راه بايته هنايا برا هنايا. بالدليل تصور، هاي الدليل، دخول دليل صوروا تشوفوا.
اللي راه يهدر هو واش راه يهدر. نرقد وما توكلنيش انا، عطيني نرقد انا. الحقيقه هذه هي الحقيقه، هاي الحقيقه. الحقيقه شوفوها لنا. بعد بسم الله، مقارنة مع البعثة اللي رحنا زرناها، يعني رانا نجمو نقولوا الحمد لله، لخطاش هما راهم في عايشين يعني حاجة ما تنجمش الوسخ و كونديسيون ترى ما ماشي ملاح. عندنا راحة البال، رانا كل واحد يعني جماعة ماشي ما كانش الضغط علينا، ماشي مضغطين داخل امطونت يعني وين كاين فيها بزاف الناس بارابور على احنا. عندنا شويه اللي تساعدنا شويه لها، يعني نقولوا باللي في هذه الناحيه عندنا يعني حاجه زياده عليهم، عندنا حاجه زياده عليهم في هذه الناحيه، عندنا حاجه زياده لانه نريد نقولوا الحمد لله. ما الاخر وعندنا ضغط هنايا الجماعه اللي جينا معاهم قايمين بالواجب تاعهم، يعني غير تقول له على حاجه يجي ويرقع ويدير اللي لازم، هذه في هذه الحاجه الانسان يشد عليها. لا هنا رانا في اجواء ما شاء الله، هنا يعني عباد كاع ما شاء الله هنايا دارونا في لي طونط قراب الجمارات، ما نتعبوش بزاف، زدنا فيها مع الاكل ما في البيفي، يعني تخير تاكل واش تحب، الماء الكاطو دايرين كلش ما شاء الله، رانا عايشين فيها بي زدنا الدراهم زياده ورانا عايشين ما شاء الله. هنا ان شاء الله مجازين طوب كاع، يزيد الدراهم يعيش اليس خويا، انا شفناهم مساكن من هي راهم بيتين برا ما عندهمش بلاصه كاع وين يرقدوا. حنا هنايا تاكل تجيب بلاصتك تلقاها واجده، يعطوك الباج تدخل ما شاء الله. اليس قريب اي واحد 150 متر منا برك، تشقاش كاع تروح قد ما تروح وقتاش تروح تلحق يا با بروبليم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والله الا كانت ما في مجال مقارنه بين الخيم الاخرى اللي ساكنين فيها الجزائريين والخيم هذه، يعني كاين هي تختلف، لان الخيم الاخرى خيم عاديه وتبع للاكتظاظ اللي كاين. وبعد ما سمعنا التصريحات اللي كانت من ديوان الحج اللي قال يعني عندنا كثافه هذا العام 36 الف حاج، والمقارنه بالعام الماضي كانت 28 الف حاج، يعني والامكانيات بقات هي يعني كان اكتظاظ كبير، يعني الناس ما لقاتش وين ترقد، لي كولوار معمرين الارصيفه في حاله يعني يرثى لها. مقارنه بالمخيمات هذه مخيمات مميزه بعض الشيء، تدفع مبالغ ماليه زائده، تبحث عن راحه، يعني تبحث على راحه لاداء مناسك الحج في ظروف لائقه. والله الامتيازات هنا يعني الاماكن متسعه، الخيم مكيفه فيما يخص الأكل، يعني مقارنة بالخيم الأخرى يعني الأكل ما نقولوش مستوى كبير، لكن يعني مقبول. ونحن ما بارك الله بالنسبة للعبادة، يعني تروح في أوقات ميسرة وعندك الوقت يعني تتفرغ للعبادة، ما عندكش مشاكل اللي تربطك على العباده، يعني تبقى يعني تفكر الا وين راح وين كيفاش راح يكون المبيت تاعك، شكون اللي راح يكون بجنبك الايسر ولا الايمن، ما تخممش يعني واش من الوقت اللي راح تخرج باش تلحق رمي الجمرات، ولا واش من الوقت اللي راح تعاود ترجع، ولا هذه الظروف يعني اللي تدفع عليها شويه زياده باش تخليك دائما في اريحيه لاداء مناسك الحج في ظروف ملائمه. والله اذا جاتني فكره هذه من عند لاجونس، قال لك تروح في اي بي، وخذنا مع الاجراءات معه، جينا معه والحمد لله خلينا يعني لا باس الحمد لله. مي ضربنا دوره عند واسمو عند تاع البعثه الجزائريه، لقيناها كارثه. إيه بصح اكتظاظ كبير ما كانش، احنا هذا الشيء هذا ما كانش على بالنا به قبل،
ما كانش ما حتى الدقيقه الاخيره كلش بلا من المشكل هذا. مي احنا لهنا كل احنا الحمد لله احنا هنا يعني ما عندنا حتى مشكل هنا الحمد لله. جوزنا بيا في عرفه جوزنا بيا الحمد لله. انا ما شاء الله في كاين شي تعب كاين الاخر ما كانش باش تقول تروح يعني هو ذا هو الحج. الحج لازم يكون فيها التعب ويكون فيها الشيء المشقه ويكون فيها الاخر اه ماشي السياحه. ايام الرجم هذو احنا راح عايشين في خيام في اي بي. احنا عندنا عقود مع الوكاله اللي جينا معاها باش توفر لنا احسن ظروف باش نديروا هذو الايامات تاع مناسك الحج. بالنسبه للخيام تاع ديوان الحج اللي موفرتهم الدوله الجزائريه يعني هذو ايام تقدر تقول من ايام المشقه. لازم يكونوا ملاح يكونوا فيهم التعب يكونوا في حوايج بزاف اللي متوقعين يكونوا. احنا الحمد لله احنا في رحمه ربي.